خلوني استعرض معاكم خيبتنا في الاولمبياد. احنا ما عندناش اي حاجه خالص في النتائج النهارده. نبتدي معاكم بكره الطايره، عملنا في كره اليد. اليد اعتقد هيلعبوا الساعه 3 الصبح، يعني ممكن احنا بنفنش البرنامج كده. طيب في كره في كره الطايره، منتخب مصر كره الطايره خسر في بدايه مشواره ضمن بدور المجموعات، ضمن المجموعه الثانيه على يد منتخب بولندا بنتيجه 3-0 في عدد الاشواط 18-25 20-25 17-25. بصراحة منتخب بولندا يعني منتخب كان تقيل جدا. يعني مجموعة مصر بتضم كل من روسيا كوبا والأرجنتين وإيران. في تنس الطاولة عمر عصر بعد ما كان فاز امبارح على منافس البورتريكي النهارده خرج. ودع عمر عصر منافسات فردي تنس الطاولة بعد خسارة مثيرة أمام الأوكراني ليكوب نتيجة 4-3 في الأشواط بواقع 5-11 و11 9 و11 3 و11 9 و11 7 و10 12 و8 11. للأسف فشل عمر عصر في التأهل لدور 32. بشكل شخصي كنت معلق أمال كبيرة جدا على عمر. في السباحة مروان القماش حصل على المركز الخامس في التصفية الثالثة للدور الأول في منافسات 200 متر حرة في لعبة السباحة بعد ما حقق زمن وقدره دقيقة و47 ثانية و52 من كسور الثانية وبفارق 43 جزء من الثانية عن صاحب المركز ال 16 والمؤهل لنصف النهائي عشان يكتفي بالمركز ال 24 في الترتيب العام ويفشل في التأهل للدور المقبل أو المقبل. في سلاح الشيش خسر طارق عياد المواجهة اللي جمعته بالإيطالي بدانييلي بنتيجة 8-15 ده في إطار مباراة دور 32 لسلاح الشيش عشان يودع منافسات المسابقة مبكرا. محمد عصام والآخر تلقى هزيمة أمام الأمريكي إلكسندر بنتيجة 7-15 علشان يودع أيضا المنافسات. احنا كلنا كنا حاطين عينينا على أبو القاسم لأنه كان جايب لنا قبل كده ميدالية. علاء ابو القاسم ودع منافسه الشيش في دور ال 16 بعد ما خسر بنتيجه 13-15 من نفس الايطالي اللي هو دانيال اللي تاهل للدور ده بفوزه على المصري طارق عياد في دور ال 32. في الرمايه بقى عفاف هدهد كانت ماشيه كويس، هي اكتفت باحتلال المركز الخامس في الترتيب النهائي لمسابقه الرمايه 10 امتار. ضغط هواء كان بتحقيقها 137 فاصل نقطه فاصل واحد نقطة وقريبة جدا من مكان تحقيق الميدالية البرونزية، الرقم اللي حققته اللاعبة المصرية والأفضل في تاريخ مشاركات مصر وإفريقيا خلال دورات الألعاب الأولمبية من قبل. بالنسبة للرماية برضو في الرجال انتهت منافسات اليوم الأول من تصفيات تراب الرماية للرجال، احتل أحمد قمر المصري الترتيب الثامن ب70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الإيطالي المتصدر، وجيه عبد العزيز محلبة المصري الاخر بالمركز ال 25 ب66 نقطه في انتظار منافسات اليوم التالي لعل وعسى. مش في الملاكمه اللاعب محمود عبد العال ودع منافسات دور 32 لمنافسات الملاكمه بعد ما تلقى خساره امام الجزائري رضا بن عزيز ب3 جولات نظيفه علشان يخرج من المسابقه نهائيا.